إذن السلام عليكم تلاميذ متتبعي قناة ربيع الغزواني. بعد نجاح الفيديو ديال الحصة رقم 0، دونك هاد القناة غتبقى خدامة إن شاء الله بزاف مع التلاميذ ديال الثالثة إعدادي. غنبقى نحط لكم بزاف أي حاجة غتخصكم إن شاء الله غنحطها لكم، وكما قلت لكم قريب أن إن شاء الله يتحط لكم لاشين يوتيوب ديال الجروب أولر اللي فيها جميع المواد، متفقين؟ دونك لاباج ديال لاشين ديالي غيتحط فيها غير الماتش، وغنحط لكم واحد القناه اخرى اللي غيولي يتحط فيها المواد الاخرين، متفقين؟ باش تجيبوا 20 ان شاء الله في جميع المواد، متفقين؟ دونك من هنا لقدام ان شاء الله غنبقى نحط لكم كاع في اي فيديو غادي تحتاجوه غتلقاوه في لاشين يوتيوب ديالي خاص بالثالثه اعداد، يعني دروس، تمارين، الفروض، امتحانات محليه، امتحانات جهويه، نصائح، توجيه بالنسبه للناس ما عرفوش واش يديروا اداب، واش بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. وقريب ان شاء الله غادي نفتحوا التسجيل في عرض اولار، متفقين؟ في عرض اولار بالنسبه للناس اللي بغاو يقراو عنا عن بعد. النمره ديال الواتساب راهي 52 57 59 دوبل زيرو. هاد النمره ما خداماش دابا، حتى غيبدا التسجيل ان شاء الله عاد غدا خدام. دابا الا صافتو فيها ميساج ما غيطلع والو، ملي غيبدا التسجيل ان شاء الله راه غنعلن عليه هنا في لاشين يوتيوب، وغتدخلوا تسجلوا معايا كاملين ان شاء الله، حيت غندير واحد الثمن رمزي، متفقين؟ بغيتكم كاملين تدخلوا معاه مزيان. اما بالنسبه للانستغرام ديالي هو اللي كنخدم به بزاف، ها هو ربيع غزوان بحال السميه ديال لاشين يوتيوب، راكم عارفين كيفاش كتكتب ربيع غزواني في انستغرام وغيطلع. دابا ندخلوا الحصه رقم 1. من بعد ما درت لكم الحصه رقم 0 وعجبتكم بزاف وتبارطاجات بزاف وميساجات وكلي كومونتير، قررت انني ندير لكم دابا الحصه رقم 1. نذكروا بشنو درت في الحصه رقم 1، الناس اللي ما تفرجوش فيها غير القول تحت في الديسكريبسيون، درت لكم فيها الاشارات، يعني الاشاره الناس زائد ناقص كيفاش تحسب، متفقين؟ ودرت لكم فيها الاعداد الكسريه، الاعداد الكسريه يعني كيفاش توحد المقام وداكشي، متفقين؟ لي نومبر فراكسيونير. ودرت لكم حتى القوى، يعني البويسونس، هذوك الاعداد اللي فيهم بحال هكا 3 على بويسونس 2 ا بويسونس ان وداكشي، هادو هما ثلاثه ديال الحوايج اللي درت في الفيديو اللي فات، اللي ما تفرجوش فيه يدخلوا يلقاو تحت في لي كومونتير ولا غيلقاو في الديسكريبت، متفقين؟ هادشي اللي درت في الحصه اللي فاتت. دابا ان شاء الله غادي نناقشوا النشر والتعميل، النشر والتعميل والمتطابقات الهام، متفقين؟ غنناقش. وهذا درس كاين في الثالثه اعدادي، درس سميتو النشر والتعميل ومتطابقات الهام. انا غنراجع معكم داكشي ديال السابعه والثامنه، وكما العاده غنعطيكم تمارين وغتصيفطهم ليا في انستغرام، متفقين؟ حيت هاد النمره ما خداماش دابا، صيفطهم ليا في انستغرام ونصححهم معاكم، متفقين؟ يلا نبداو على بركه الله في هاد الفيديو ديالنا. دونك كما قلت لكم انا في هاد الحصه، في هاد الحصه رقم 1 بغيت نراجع النشر والتعميل، النشر والتعميل. ها انت اللي كتفرج في هاد الفيديو هذا، غنحط واحد العملية، شوف فهمني مزيان، فهم 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 فهم، غنحط واحد التمارين هنايا، التمرين العملية الأولى، العملية الثانية، بحال مريح مع شي واحد حدايا خويا ولا شي واحد وكندوي معاه أنا وياه، متفقين؟ دونك كنحط العملية الأولى، العملية الثانية، العملية الثالثة، ونديرو حتى العملية الرابعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، درت هنا خمسة، أبي سي تانا رديخ، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال العمليات، العملية الأولى والثانية أنا غنصححها معاكم. ولكن هادي وهادي وهادي ما غنصححهاش، غتخرجوها وتصيفطوها لي في انستغرام. تبع معايا مزيان، الا بان لك هاد العمليات اللي كتبت هنا صعاب وما فهمتيش ليهم، غتمشي تكتب النشر والتعميل وتكتب حداها ربيع غزوان بحال هكا، الدواء هذا الدواء، بحال عندك شي دواء، غتكتب النشر والتعميل ربيع غزواني، غتفرج في ذاك الفيديو الشفاء العاجل، دونك غتشافى دغيا، متفقين؟ دونك نكتبوا العملية الأولى، العملية الأولى بحال هكا كتبوها بشوية علينا. ندير لكم داكشي ساهل، انت 3 اكس بويسونس 3 في قوس 5 اكس ايكغيك ناقص 3 اكس اس 3 ايكغيك اس 4، ساهل النشرة، عارفين شنو هو النشر، الناس اللي جاتهم هادي صعيبة وناري دخل كتب في اليوتيوب النشر والتعميل حداها ربيع غزواني غيطلع لك الدرس مشروح بالخشيبات، داكشي ديال الدراري الصغار. اوكي هاي العملية الأول، نمشيو للعملية الثانية، العملية الثانية غنناقش فيها نشر آخر، شنو هو النشر الآخر؟ هو اللي تيكون بحال هكا، 5 إكس بويسونس 3 إيكغيك ناقص إيكغيك بويسونس 3 إكس قوس 4 إكس إيكغيك زائد 2 إكس بويسونس 3، متفقين؟ النشر هذا ديال العدد كيتنشر بحال هكا، وهذه ديال القوس كيتنشر على قوس، مزيان. متفقين؟ يلا السي غادي يكون فيها شويه ديال الاعداد الكسريه، 3 على 2 اكس
ناقص إي قوس 5 إكس أس 3 ناقص 4 إي أس 7. شتيا دي غادي يكون فيها متطابقة معي 5 إكس ناقص إي بويسونس 3 بويسونس 2. أ غادي يكون فيها نديرو مثلا بحال هكا أي تساوي هنايا ضرب على هادي أ أه كاين هنا نديرو فيها مثلا 4 إكس بويسونس 3 ناقص إي أو كاري ناقص إكس ناقص إي إكس زائد إي ساهل. دونك هاد العمليات هادو غيختبروك نتا واش فاهم النصر والتعميل ولا ما فاهمش النصر والتعميل. الا خرجتي هاد العمليات الاولين اللي غنصحح معاك دابا ولقيتيهم كيما خرجتهم انا عرف راسك مزيان، عرف راسك راك مزيان في النصر والتعميل. لقيتي راسك عندك مشاكل غتمشي ليوتيوب تكتب النصر والتعميل ربيع غزواني غيطلع لك فيديو تفرج فيه وعاود رجع لهاد الفيديو. متفقين؟ وكما قلت لكم داك النهار الناس اللي تبعوا معايا في الحصه رقم 0 وغيتبعوا معايا في الحصه رقم 1 والحصه رقم 2 وغيبقاو غاديين معايا حتى الليله ديال الامتحان الجهوي غتكتب 20 في الامتحان الجهوي. متفقين؟ 20 غتكتب في الامتحان الجهوي. هاي الشا عقل عليه. يلا دابا ندوزو نصحو هاد العمليات ا و ب. دونك نبداو على بركه الله في التصحيح. دونك بطبيعه الحال تكونوا جبدتوا ورقه وبديتوا كتخرجوا انا غنصحح، ولكن جاتني واحد الفكره انني ما نصححش هاد الجوج حيت الجوج ساهلين. غنصحح هادي هاي هادي غنصحح هادي هاي نعلموها غنصحح هادي ونصحح هادي غنصحح هاد الجوج. متفقين؟ هاد الجوج هما اللي كيبانوا لي شويه صعاب هما اللي غنصحح هادو والاخرين ساهل. يلا تبع معايا مزيان انا غندير التصحيح دابا. دونك العمليه كالتالي شوفوا واش باقي كيصور هادشي مزيان راه كيصور. دونك العمليه هي هادي ونبداو التصحيح. يلا تبع معايا مزيان في التصحيح. دونك كما عرفنا ان النشر غادي يكون هذا غيتنشر على هذا وغيتنشر على هذا ياك، وهذا غيتنشر على هذا وغيتنشر على هذا. ها هي تساوي ونبدا 5 اكس اس 3 اي مضروبه في 4 اكس اي. ها هي 5 ستيلو دابا تمالو اكس اس 3 اي. واحد القضيه راه كان واحد الضو ضارب هنا، واحد الضو ملون كان ضارب هنا في في الكتاب وما بقاش ضارب. الناس اللي لاحظوا بان كان الضو وشويه ما بقاش يعرفوا راسهم عندهم التركيز طالع. الناس اللي ما لاحظوا والو ما لاحظوش بان الضو مشى يعرفوا راسهم التركيز عندهم ضعيف شويه. المهم هذه كمعلومه، وكتبوا لي لتحت في الكومونتير واش لاحظتوا هذيك اللحظه ديال ان الضو كان وما بقاش واحد الضو ملون. المهم الناس اللي متبعين معايا راه غيفهم. دونك 5 اكس اس 3 في اي في 4 اكس إي. بما ان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك هادشي كامل بوزيتيف زوين ما غندويش عليه. هذا مع هذا حتى هو بما ان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك بوزيتيف بوزيتيف كيعطينا بوزيتيف. هاي بوزيتيف فوا بوزيتيف كيعطينا بوزيتيف هادشي زوين. دونك زائد 5 اكس بويسونس 3 إي مضروبه في 2 اكس بويسونس 3. دونك ضربنا هذا في هذا وهذا في هذا. دابا نجيو لهذا، هذا نيجاتيف عدد سالب مضروب في عدد موجب كيعطيني سالب. دونك هذا سالب وهذا بوزيتيف يعطينا نيجاتيف. هاي ناقص متفقين؟ عاد نكتب إي بويسونس 3 إكس مضروبة في 4 إكس إي. هذا في هذا عاوتاني نيجاتيف بوزيتيف كيعطينا نيجاتيف. ونزيدو واحد الوريقة. دونك زدت وريقة باش نفهم باش نكمل. دونك دابا إي بويسونس 3 بقى مركز معايا مضروبة في 2 إكس بويسونس 3 صافي بكل وضوح. ها تساوي غنديرها هنا. يلا تبع معايا. دونك هنا العدد غيتضرب في العدد والحرف غيتضرب في الحرف وهاد الحرف غيتضرب في هاد الحرف. العدد في العدد الناس اللي ما كيفهموش هادشي اللي كنقول دابا ديال العدد في العدد رجع رجع وكتب في يوتيوب النشر والتعميل ربيع غزواني وسير تفرج في الدرس بعدا سير فهم. 5 في 4 تعطينا 20 اكس اس 3 في اكس لهما نفس الاساس اكس اكس غنحطو اكس و 3 زائد 1 حيت هنا كاينه 1 هي 4 اي غنحطو اي ونجمعو 1 مع 1 تعطينا 2. الناس اللي ما فهموش هاد القضيه ديال اي اكس اكس يمشيو يكتبوا القهوه في الحصه اللي فاتت دويت على القهوه. متفقين؟ سير راجع القهوه انا راه غادي بالترتيب راه اللي غادي معايا بالحصه 0 1 هو غادي راه غيمشي مزيان. الناس اللي كينقص في الحصص راه ما غيفهم والو. زائد 5 مع 2 عطينا 10
والاكس اس 3 مع الاكس اس 3 عطانا اكس اس 6 والايغريك غتبقى ايغريك ناقص الايغريك الربعه بعدا الايغريك اس 3 مع الايغريك عطانا ايغريك اس 4 والاكس مع الاكس عطانا اكس اوكار ناقص جوج ها هي والايغريك اس 3 ما عندهاش مع من تحسب والاكس في الاكس اس 3 عطانا اكس اس 4 متفقين مزيان دابا واش باقي شي حاجه تحسب لا كنتسمى ساليت العمليه ديالي وباش ما نطولش عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف وندير لكم بزاف ديال الحصص دونك هذه كانت الحصه فين توضرات لي كانت هذه الحصه رقم 1 متفقين كتبوا لي في لي كومونتير شجعوني بزاف في لي كومونتير باش ندير لكم الحصص كاملين يعني قبل ما يدخل شهر 9 قبل ما يدخل شهر 9 نكون حطيت بزاف ديال الحصص دونك هذه حصه رقم 1 حاولوا تخرجوا هادشي وصيفطوا ليا في انستغرام حيت هاد النمره راه ما خداماش دابا تقدر تخدم من هنا لقدام وبسلامه عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ديال الحصه رقم 2